كالعادة يدفع المدنيون الفاتورة الكبرى في الصراعات المسلحة، في عدن نداءات ومناشدات أطلقها سكان وأهالي مديرية كريتر لطرفي النزاع بوقف الاقتتال داخل الأحياء السكنية وفتح ممرات آمنة للخروج من مناطق الاشتباكات. علق المواطنون منذ بدء المواجهات في كريتر ولم يتمكنوا من مغادرة منازلهم لشراء احتياجاتهم أو إسعاف المرضى في ظل أوضاع في غاية الصعوبة بسبب الاشتباكات وسقوط القذائف على الأحياء. في مديرية دار سعد سقطت قذيفة هاون على منزل أحد المواطنين أطلقها مسلحو الحزام الأمني وأدت إلى مقتل 3 مدنيين بينهم أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. أكثر من 200,000 شخص انقطعت عنهم المياه النظيفة نتيجة الأحداث في المدينة، فمحطة البرزخ التي تغذي مديريات كريتر والمعلى والتواهي وخور مكسر توقفت. وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء انقطاع المياه بسبب استمرار المواجهات. مع تصاعد الاشتباكات قتل 13 شخصا وجرح أكثر من 60 آخرين بحسب مصادر طبية في مستشفى باصهيب العسكري، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال الجثث من بعض المناطق بسبب تواصل الاشتباكات. يعمل الأطباء في مستشفيات عدن وسط ظروف في غاية السوء في ظل استمرار المواجهات، حيث وجه مستشفى الجمهورية نداء استغاثة للأطراف المتصارعة بفتح طريق آمن من وإلى المستشفى. وبحسب المصادر فإن المخزون الغذائي والدوائي أوشك على النفاد في ظل وجود مئات المرضى ومرافقيهم وطواقم المستشفى. وفي البريقة حصرت عدد من ممرضات مركز التوليد داخل مبنى المجمع الصحي وسط احتدام المواجهات وإغلاق الشوارع. مع استمرار الاشتباكات في عدن تزداد الأوضاع الإنسانية سوءا ويتضاعف هلع وقلق المواطنين ويحيط الخطر بحياتهم أكثر.